ستار أكاديمي استقبلت هالأسبوع عائلة قرى الأطفال SOS اللي تعنى برعاية الأطفال اللي فقدوا عائلاتهم. شباب والصبايا معنا جايين من SOS، رح يقضوا معكم اليوم نهار. خمس أطفال زاروا الطلاب ومضوا معهم نهار كامل. بجد أحلى مفاجأة لما شفتهم كلهم جم النهاردة. الأطفال شاركوا الطلاب نشاطاتهم اليومية، حضروا معهم صف رياضة وتحدوا الطلاب. اسمي جاد، عمري 10 سنين، اليوم بدنا نقضي نهار مع سكار أكاديمي. صدق حالي اني بالاكاديميه وحسيت حالي مثل الطلاب اللي بقلبها. ما فيهم يزوروا الاكاديميه وما يلتقوا بمدام ماري، معها تعلموا تقنيات الغناء. احنا نعمل مع بعض فوكاليز، وبتعمل ازاي؟ ليك حبيبي طلع فيه بدك تعليهم ليه؟ يلا برافو زغطولة وأكيد أكيد احتفلوا على طريقتها. طريق يعني فيه أنا كتير 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 مبسوطة لأنه قاعدة مع ناس كتير حبيتهم. نحن بالبيت نحضر ستار أكاديمي، أكتر اثنين بحبهم هن محمد ورافائيل. الأطفال أكلوا وغنوا ورقصوا مع الطلاب. هلا بعد ما خلص عنا إيفال كتير متوترة، بس نور رح تكون معي ورح تشجعني وما رح خاف. معيك نور؟ أنا حلمي بس أكبر صير غني وقف على المسرح قدام الجمهور كلهم. أنا بس صير كبير بحب صير فنان كتير حلو صوته. وقبل ما يودعون حبوا الطلاب يقدموا هدايا للأطفال، عربون شكر على محبتهم اللي ما بتتمن، وعلى كل الطاقة الإيجابية اللي زرعوها بالأكاديمية. حلوة ما هيك؟ لا سميها هيدي. هيدا نهار رح يبقى ببال الكل، يعني يعتبر بجد من أحلى النهار اللي قضيته في ستار أكاديمي. بسطنا كتير وقضينا وقت كتير حلو، وإن شاء الله يا رب بس أطلع من هون بدي ضل زورهم. الأطفال حققوا حلمهم بلقاء الطلاب، والطلاب اكتشفوا بعد جديد لشهرتهم وكيف يوصفوها بعمل الخير.